الجمال ده؟ يا بتاع التورته. هو معانا شكلا. وتقريبا ساب استنى بنيام ده وتقريبا ساب الموبايل وقفل الصوت ومشي راح يتفرج على الحلقه. انا متاكده من كده. لا يا محمد بتفرج بالموبايل في ايدي. كوسان طيب، فضلت عماله اقول لك كل سنه طيب وحاجات وانت مش هنا يا ابني، وعملنا السلام لك الله هابي بس حضرتك بيرثداي طيبة. وجبنا لك تورته وطفينا الشمع وانت مش موجود. مش سامع والله حضرتك طيب. شكرا. يلا الاستفهام من الاغراض البلاغيه الانشائيه الطلبيه، انا بستفهم يبقى انا بطلب من حد حاجه هيرد عليا بيها باجابه، يبقى ده نوع من انواع الطلب. تمام اهو، يبقى غرضه الحقيقي طلب معرفه شيء مجهول. وادواته عندنا حروف وعندنا اسماء. اسماء الاستفهام احنا اخذنا ايام المعرب والمبني وعارفين ان هي اسماء مبنيه. عندنا الحروف من حروف الاستفهام الهمزه وهل. من حروف الاستفهام ايه يا اولاد؟ الهمزه وهل. طيب عندنا زيه زي اي غرض بلاغي تمام او اسلوب انشائي، اغراضه البلاغيه بتشترك مع بعضها. تمام، عندنا التعظيم التقرير النفي، دول ما كانوش مشتركين معانا في الاغراض في الامر والنهي. تمام، عندنا تمام التعظيم اذا كان الاستفهام فيه اعلاء من شأن المستفهم عنه، مثل قول الشاعر معظما نفسه ورافعا من شأنه، زي ما تقول ايه انا حد يقول عليا كده، ده نوع من انواع الاستفهام الاستنكار. تمام، يبقى انا ايه في تعظيم لايه؟ لنفسه. تمام، الساعة هتيجي لنفسه. تمام، يبقى مثل قول الشاعر معظما نفسه ورافعا من شأنها، أضاعوني وأي فت وأي فتى أضاعوا. دول ضيعوني من إيديهم ومش أي حد ضيعوه بقى، يبقى ده هنا بيعظم في إيه؟ في نفسه. تمام؟ طيب عندنا غرض اسمه التقرير. التقرير ده أول يعني ليه علامات بتظهره قدامنا. تمام؟ إذا جاء بعد أداة الاستفهام أداة نفي. يبقى التقرير إمتى يا أولاد؟ لما يجي بعد الاستفهام أداة نفي. زي ايه؟ أولا ترى الأشياء إذ هي غيرت، سمجت وحسن الأرض حين تغير. فين أداة الاستفهام؟ فين أداة الاستفهام؟ يا قوم ها؟ احنا فين والله أهي متداخل، احنا فين؟ التقرير، التقرير أهي قال لك، أنا بقول إن هو تقرير لو في أداة استفهام جاء وراءها نفي. فين أداة الاستفهام؟ آه، وفين النفي؟ أو. لا هي اسمها آه ولا اسمها همزة؟ همزة. 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 طب وفين النفي؟ لا. تمام؟ يبقى في الحالة دي بسميه تقرير. تمام؟ طيب النفي برضو من الأغراض البلاغية للاستفهام. امتى يكون نفي؟ لما اشيل اداه الاستفهام واحط مكانها اداه من ادوات النفي. وما يرفع الاوطان الا رجالها، وهل يتلقى الناس الا بسلم. شيل هل كده وقول وما يترقى الناس الا بسلم، ولا يترقى الناس الا بسلم، يبقى في الحاله دي نفي. تمام، يبقى امتى الاستفهام يبقى غرضه النفي؟ الاستفهام يبقى غرضه النفي اذا شلنا اداه الاستفهام وحطينا مكانها اداه النفي وحسن المعنى. طيب تعالوا نشوف التمني. التمني غرضه البلاغي زيه زي النهي والامر، ان يكون شيء مستحيل التحقيق او صعب التحقيق. زي ايه؟ يا هل اجالس اقواما احبهم، كنا وكانوا على عهد فقد زعموا. خلاص بقى لو احنا خلاص ما عادش ينفع ان احنا نجتمع مره اخرى، صعب جدا ان احنا نجتمع مره اخرى. تمام، يبقى نعد مع بعض: تعظيم، تقرير، نفي، تمني. تعظيم، تقرير، نفي، تمني. والمره دي احنا كل مره بنفهم البلاغه، المره دي الاغراض دي عايزه مننا شويه مذاكره، نقراها نحفظها شوية في البيت. تمام كده يا أولاد؟
تمام. تمام. التوبيخ مثل قول أحمد شوقي يوبخ الأحزاب السياسية على اختلافهم ويحملهم مسؤولية الوضع الاستعماري آنذاك، آنذاك يعني في ذلك الوقت. بيقول لهم إيه؟ إلام الخلف بينكم إلام، وهذه الضجة الكبرى علامة على إيه؟ والنبي الدوشة اللي أنتوا عاملينها دي. يبقى هو هنا بيوبخهم صح؟ يعني أنتوا عاملين دوشة وأنتوا ما فيش منكم فايدة. يبقى إلام الخلف بينكم إلام، وهذه الضجة الكبرى علامة. لو لاحظت يا اولاد شعر شوقي جميل في ايه بقى؟ المعاني كده واضحة صح؟ صح. تمام. تعالوا بقى نشوف الغرض السادس، التحقير. مثل قول الشاعر محقرا من شأن مخاطبه فهو يشبه وعيده بطنين الذباب الذي لا ضرر منه. فدع الوعيد فما وعيدك ضائري، أطنين أجنحة الذباب يطير. عارف أنت يقول لك إيه وإحنا صغيرين؟ يقعد يقول لك إيه، هو الكلب اللي لما بيهوه حد بيرد عليه تمام زيه. فدع الوعيد عمال يستحلف لك ويتوعد لك، فدع الوعيد فما وعيدك ضائري، ما أنت مش هتعرف وعيدك ده مش هيضرني في حاجة. هي أجنحة أطنين أجنحة الذبابة بتضير، بتضر حد تمام. فهنا كده لا صور ان ايه توعده له زي طنين اجنحه الذبابه، زن الدبانه جنبه تمام. يبقى ده طبعا تحقير تمام. يبقى ده الغرض السادس. الغرض السابع الانكار. ايه هو الانكار؟ اذا انكر المتكلم على المخاطب قوله او فعل شيء، فعله بشيء من الدهشه او الرفض. زي ايه؟ انا العربيه المشهود فضلي، أأخذ اليوم والمغمور فضلي؟ تمام؟ هو بيستنكر. تمام. يبقى هنا الغرض السابع الاستنكار. طيب معلش بس يا أغراض الإيه؟ الاستفهام كتيرة شوية. عندنا الغرض التشويق. أنت أصلاً يعني قبل حتى ما تحفظ كل الأغراض دي هتلاقيك أنت فهمت المعنى من الاختيارات تمام؟ التشويق ايه؟ تمام. انه ضمن الاستفهام ترغيبا في امر ما وجذبا للانتباه. لما اخش اقول لكم ايه؟ ايه رايكم؟ اقول لكم على سر بس محدش يقول لحد. يبقى انا كده بعمل لكم تشويق. انا كده بسالكم ايه رايكم؟ آه ايه رايك؟ تحب اجيب لك حاجه حلوه؟ يبقى انا برضو ايه؟ بشوقك تمام؟ يبقى هنا مثل قوله تعالى: هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ اهو يبقى انا ايه بحببكم، تيجي اقول لكم على حاجه هتنجيكم من العذاب يبقى فيها التشويق. طيب التعجب زي قول ابي فراس الحمداني مخاطبا نفسه ومتعجبا من مدى صبره على سلطان الحب. اراك عصي الدمع شيمتك الصبر، اما للهوى نهي عليك ولا امر. بيستعجب من امره وان هو صبره ده كله على المحبوب تمام. تمام. الطحن طيب زي ايه؟ مين المتنبي بتحصر على حاله بما التعلل؟ لا اهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن. على ايه انا عماله بتحصر على حالي؟ لا عندي لا اهل ولا وطن ولا صاحب ولا كأس ولا سكن تمام يا اولاد. تمام يا والتحضر ده مستر. هتلاقيه مشترك معانا في اغراض برضو في الايه، في النداء وفي التمني تمام. طيب عندنا التسويه، اي تساوي النتيجه في جميع الحالات. مثل قوله تعالى ايه: وسواء عليهم اانذرتهم. ده سؤال، اانذرتهم قال سواء عليهم، في سواء بالنسبه لهم، ان انت لو أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون تمام كده. تمام. أداء التسوية. عندنا الاستبطاء، إذا دل الاستفهام على طول المدة الزمنية مثل قول المتنبي معبرا عن طولة فترة السفر
ومستبطئا الوسوط، حتى ما نحن نساري النجم في الظلم، وما صراه على خف ولا قدم. اللي هو ماشي ايه، ان احنا يعني لسه ما حصلناهوش لا بخف ولا بايه ولا بقدم. تمام يا اولاد، تمام هناخد الاسئله دي في 72 و3 دي واجب. اوكي تمام تمام تعالوا بقى ناخد بسرعه كل التمانية انه صغير. التمني عبارة عن إيه؟ هو طلب حدوث أمر محبوب لا يرجى حدوثه لسببين. السبب الأول أن يكون مستحيل، مثل قوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. هو إحنا ينفع نرجع تاني نرده؟ ده مستحيل، يبقى هو بيتمنى حدوث شيء مستحيل، أو لكونه ممكنا غير مطموع في نيله، مثل قوله تعالى ايه يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. طيب عندنا ادوات اصليه للتمني وادوات غير اصليه. الاصل في التمني هو ليت، الاصل في التمني هو ايه؟ هيت ليت. طب ايه هو الغير اصلي؟ هل، لعل، لو. هل، لعل، لو. طيب الأمر المحبوب وما يتوقع حصوله سمي ترجي وليس تمني. يبقى إذا كان الأمر المحبوب مما يتوقع حصوله يبقى سمي إيه؟ ترجي وليس تمني. تعالوا بقى كده نشوف إن الإيه؟ المتمني نفسه، المتمنى قصدي الشيء اللي أنت تتمناه، ممكن يكون قريب الحدوث أو نادر الحدوث. طيب لو قريب الحدوث بستخدم فيه الأداتين اللي هو هل ولعل. وهل ولعل دي من الأدوات الأصلية ولا الغير أصلية؟ غير أصلية. غير أصلية. فبقول لك ده ممكن أو قريب الحدوث. فهل إلى خروج من سبيل، هو هنا بيستفهم إن ممكن يلاقي سبيل للخروج. لعل الله يحدث من بعد ذلك امرا. يعني بتقول ايه؟ ان شاء الله كده ربنا هيفرجها. تمام، او بتمنى كده ربنا يفرجها. يبقى دي حاجه ممكن تكون قريبه الحدوث. وفي حاجات نادره الحدوث زي ايه؟ استخدم فيها لو. فلو ان لنا قاره فتكون من المؤمنين فنكون مؤمنين. مستحيل قاره، يعني هنعيد اللي احنا عشناه مره اخرى ونبقى بقى مؤمنين، طبعا ده مستحيل او نادر الحدوث. تمام، هناخد برضو سين واحد في التمني وسين اتنين. تمام، تمام وبلاش النداء عشان يوسف. عاوز يخلص بدري النهارده. تمام كده يا اولاد. تمام تمام، انا طلعتك، انا وعدتك وهي يوسف وطلعتك بدري 10 دقايق، وكده كده اصلا محمد مش سمعنا وبيتفرج على روحوا الحلقه. بقى عيدوا الحلقة من الأول بقى، يلا. ماشي، يلا مع الف سلامه. عرفت عيدوها من الواجب؟ الأول. لو سمحت يا شاذة اكتب الواجب على الجروب. ماشي، حاضر. وعليكم السلام. مع السلامه. بس كنت قاعد اتكي على الله.